السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر رضا محمد من قناة ماي انجلش تايم. هناخد النهاردة بإذن الله يونت 3 الوحدة الثالثة للصف الرابع الابتدائي، واللي هي بعنوان at منى's house، في منزل منى، at منى's house. هناخد بقى النهاردة lesson 1 الدرس الأول، واللي معانا بعنوان conversation time اللي هو وقت الايه المحادثة. تعالوا كده يلا نشوف الكلمات بتاعتنا، وبعد كده نشوف المحادثة بتاعتنا بتتكلم عن ايه. هسيب لك فاصل كده قصير بحيث ان انت تقدر تردد ورايا الكلمة. شوف كده يلا نطق الكلمات: house house let's let's cinema cinema sorry sorry busy busy. خلي بالك ان الاس هنا بتنطق ايه؟ ز. busy. okay okay. هتخلي بالك برضو هنا ان الطريقتين سواء اللي هي الكاملة او الاختصار الاتنين بتنطقهم يا اولاد بطريقة واحدة اللي هي اوكي، اللي معناه ايه؟ مناسب. طيب نشوف بعد كده باقي الكلمات: where where. طبعا في where هنا الاتش هنا بتكون سايلنت او انطقهاش. where ball ball tree tree kite kite June June. هتخلي بالك من حاجة مهمة جدا هنا، هو ان انت لما بتيجي تكتب اي شهر من شهور السنة بتبدأ اول حرف فيه بكابيتال لتر. نفس الحوار برضو في ايام الاسبوع يا اولاد، لما تيجي تبدأ وتكتب ايام الاسبوع اللي احنا هناخدها دلوقتي برضو بتبدأ كلها بحرف ايه؟ كابيتال. طيب تعالوا كده يلا نشوف days of the week اللي هي ايام الاسبوع: Saturday Saturday Sunday Sunday Monday Monday Tuesday Tuesday Wednesday Wednesday. خلي بالك هنا ان دي في كلمة Wednesday بتكون سايلنت ما بنطقهاش، وبالتالي هنطقها ازاي تاني؟ ركز: Wednesday Wednesday Thursday Thursday. تخلي بالك ان تي اتش هنا تنطق ايه؟ ثاء، مش ساء خالص، ما يعني تنطقهاش زي الاس، انت هتنطقها ايه؟ ثاء. Thursday Thursday Friday Friday. اوكي، حاجة تخلي بالك منها بس هو ان في Tuesday و Wednesday و Thursday الاس هنا بتنطق ايه؟ زد، زي زد بالظبط. نفس الوقت كمان بنبه ان حتة ايه؟ ان الكلمات دي كلها يا ولاد او ايام الاسبوع كلها بتبدأ بحرف كابيتال. طيب نشوف بعد كده مستر باقي الجداول اللي معانا، وهو الجدول بتاع الفيربز الافعال. اول فيرب معانا go go sound sound no no. طبعا في no الكي هنا سايلنت، اوكي، فهمتها ازاي؟ no. اوكي look look. اوكي نشوف اخر جدول معانا، وهو جدول الاكسبريشنز اند فريزز. اول حاجه معانا كده حاجه اسمها how about، وحاجة تانية اسمها what about. how about what about، وهناخد في الشرح ان احنا بنستخدم الحاجتين دول في حاجة اسمها عمل الاقتراح. طيب sounds good sounds good. هتخلي بالك هنا ان انت هتنطقش الدي، فما تقولهاش sounds، اوكي، ما تعملهاش كده، لان انت هتقولها ازاي؟ sounds good sounds good.
تعالوا بقى بعد ايه دلوقتي بعد ما قرانا الكلمات نشوف المحادثه بتاعتنا بتتكلم عن ايه. هنبدا كده بالكاركترز اوف ذا كونفرسيشن اللي هي شخصيات المحادثه. مين يا اولاد اللي هيشارك في المحادثه النهارده؟ بيقول لي ذا بويز اند ذا جيرلز، اللي هو ولاد وبنات هيشاركوا في المحادثه بتاعت النهارده. طب قصتها ايه المحادثه ديت؟ بيقول لي ذا بويز اند ذا جيرلز ار سيتنج ات مونا's هاوس، الولاد والبنات قاعدين في منزل منى. A boy wants to go to the cinema but they are busy. يعني في ولد كده عاوز يذهب يا ولاد الى السينما ولكنهم مشغولين. They will go on Sunday، واتفقوا في الاخر ان هم هيذهبوا يوم الاحد. تعالوا كده نشوف المحادثه بقى والجمل بتاعتها. طبعا عارفين ان السهم بيكون على الشخص اللي هو بيقول الايه الجمله او الكلام. هنبدا كده وركز بقى معاه في النقط. Let's go to the cinema on Thursday. I can't. How about Friday? Sorry, I'm busy. Is Saturday okay? No. What about Sunday? Sure. Sounds good. شوف نقطة تانية كده. Let's go to the cinema on Thursday. I can't. How about Friday? Sorry. I'm busy. Is Saturday okay? No. What about Sunday? Sure. Sounds good. تعالى بقى دلوقتي بعد ما قرانا المحادثة بتاعتنا واللي عاوزك تحفظها كويس عشان بتستفيد منها في حاجات كتير او في الاسئلة. اوكي؟ تعالى بقى نطلع الحاجات المهمة جدا اللي جات فيها. اول حاجة كده بنشرح مع بعض ازاي اعمل حاجة اسمها suggestion، يعني اقتراح. ازاي تعمل الاقتراح؟ عندك ثلاث طرق لعمل الاقتراح. الطريقة الاولى باستخدام حاجة اسمها let's، الطريقة التانية باستخدام حاجة اسمها how about، والطريقة التالتة باستخدام what about. طب خلينا نبدأ كده بشرح ايه let's. let's دي ولاد معناها ايه؟ هيا بنا. بيجي بعدها الفعل في الانفينيتيف في المصدر، يعني معلوش لاس ولا ES ولا ING. اوكي؟ بيجي بعدها الفعل فين؟ في المصدر. زي هنا مثلا بقول لي ايه؟ Let's go to the cinema on Thursday. هتلاحظ هنا ان جاب بعد let's go، ما قالش مثلا goes ولا قال going ولا حط لا اي حاجه. يبقى جاب بعد let's ايه؟ الفيرب go في المصدر. اوكي؟ طيب نشوف الطريقه الثانيه لعمل الاقتراح، وهي باستخدام how about او what about. how about what about هنا بيقول لي ان هي بيجي بعدها noun، يعني اسم. وبرضه بينفع يجي بعدهم حاجه تانية غير النون، وهو ان يجي بعدهم فيرب او فعل في اي ان جي. اوكي؟ يبقى هاو اباوت وات اباوت بيجي بعدها حاجه من الاثنين، يا اما نون اللي هو اسم، يا اما فعل مضاف له اي ان جي. طب خلينا كده نشوف المثال اللي جايب بعد هاو اباوت هنا اسم. بيقول ايه؟ هاو اباوت فرايداي. هنا بيقترح اقتراح وبيقول لي ما رايك في يوم الايه الجمعه. هاو اباوت فرايداي. طيب يا مستر وريني كده ازاي تجيب بعدهم فعل فيه ing. هقول لك مثلا ايه وليكن how about. how about going to the cinema. يعني هستخدم المثال اللي فوق ده ولا بس لو استخدمت وشلت let's وحطيت how about فوق لازم أن تحط ال go ing. اوكي؟ يبقى how about او what about يجي بعدها اسم او ايه او فعل فيه ing. حاجه اخيره تخلي بالك منها، ان انت لو بدات ب how about او what about بتحط ايه في الاخر؟ question mark، علامة استفهام. انما انت لو بدأت بليتس دي بتبقى جملة، ما بتبقى سؤال، وبتحط في الاخر ايه فول ستوب. طيب دلوقتي انا عملت عليك اقتراح. الاقتراح بتاعي ده لو عجبك اوكي وانت موافق عليه هتقول لي حاجة من الثلاث حاجات دول. يبقى لو انت موافق على الاقتراح هتقول لي حاجة من الثلاث حاجات دول. ايه هما بقى؟ اللي هي sure sounds good good idea. يبقى تاني sure sounds good good idea. idea اللي هي معناها فكره ايه جيد. يبقى دول هتقول اي واحده فيهم لو الاقتراح مناسبك وانت موافق عليه. طب لو الاقتراح بقى مش مناسبك وانت مش موافق عليه هتقول لي ايه؟ sorry I am busy. طبعا هنا بتعتذر الاول ان انت مش موافق على الاقتراح، وبعد كده بتوضح لي سبب الاقتراح وبتقول لي I am busy انا مشغول. يبقى sorry I am busy اسف انا مشغول. في ملحوظة هنا مهمة جدا نخلي بالنا منها، وهو بيقول لي ان ايام الاسبوع بيجي قبلها حرف الجر ايه on. زي مثلا هنا كاتب لي بيقول لي ايه on Thursday في يوم الخميس. وليكن مثلا لو انا عاوز اقول مثال واقول لك انا بذهب للسينما في يوم الايه السبت مثلا، فاقول لك ايه I go to the cinema on Saturday. بلعب كرة يوم الجمعة
I play football on Friday وهكذا. يبقى تخلي بالك ان ايام الاسبوع بيجي قبلها ايه حرف الجر on وكلهم بيبدأوا بحرف capital. تعالوا دلوقتي بقى نشوف المحادثة اللي ما بين سكر وايه وسكرة. سكرة هنا بتسأل ايه سكر وبتقول له ايه Where is the ball? Where is the ball? يعني اين الكرة؟ فبيشاور لها كده بيقول لها ايه It's next to the tree. It's next to the tree. يعني بجوار الايه الشجرة. ونخلي بالنا اولاد من النطق اللي هي next to ما تقولهاش next to. يعني ما تنطقش الاتنين او الحرفين دول اللي هو التي والتي ما تنطقهمش. انت هتنطق ايه هتحذف الاولاني وتنطق التاني بس. فتقولها ازاي next to. next to. يبقى تقولها تاني ازاي It's next to the tree. طيب بعد كده سكرة سألت سؤال تاني وبتقول له ايه Where is the kite? Where is the kite? يعني أين الطائرة الورقية؟ قال لها إيه؟ I don't know. Let's look. I don't know. Let's look. تعالى بقى دلوقتي بعد ما شفنا نطق الكلمات وشفنا المحادثة بتاعتنا وكمان شرحنا النقاط المهمة فيها، هنحل بقى دلوقتي حاجة مهمة جدا على الدرس وهي exercise على درس الـ conversation time. هنبدأ كده التمارين بتاعتنا والأسئلة بتاعتنا بسؤال number one اللي هو سؤال listening. شوف كده number one. Sounds good. Sounds good. يبقى يا أولاد اللي ناقص هي كلمة إيه؟ good. Number two. The ball is next to the tree. The ball is next to the tree. يبقى اللي ناقص برافو عليك اللي ناقص هنا إيه؟ next. Number three. How about Sunday? How about Sunday? يبقى اللي ناقص هنا اللي هي إيه؟ about. Number four. Where's the kite? Where's the kite? يبقى لو ناقص هنا ايه؟ Where's. وبفكرك تاني لو الكلمة اللي انت هتضيفها ولاد في الاول تخلي بالك وتفتكر ان انت تبدأ اول حرف فيها capital. طيب نشوف كده ولاد number two بيقول لي read and write true or false. شوف كده number one. I can see two boys. يعني بيقول لي انا شايف ايه two boys يعني ولدين. الكلام ده مظبوط؟ اه طبعا في ايه في ولدين اهو. يبقى number one هتكون ايه true. Number two. They are at the cinema. They are at the cinema. هما في السينما. طبعا الكلام ده مش مظبوط. ده هما at منزوس في منزل منى وبالتالي number two تبقى false. Number three. There are two girls. بيقول لي يوجد بنتين. الكلام ده مظبوط؟ طبعا الكلام ده مش مظبوط لان في ايه 1 2 3 في 3 وبالتالي نمبر 3 تكون فولس برضو. نمبر 5 هنا بيقول لي the children are happy يعني الولاد او الاطفال مبسوطين. طبعا لو بصيت على وشوش كل واحد فيهم هتلاقيه مبسوط وبالتالي نمبر 4 هنا هتكون true. شوف بعد كده question number 3 اللي هو بيقول لي read and circle the odd one يعني تعمل دار على الكلمة المختلفة. في number 1 هنا بيقول لي مديني how كيف let يعني يسمح و where يعني أين و what اللي هي معناها ما أو ماذا. هتلاحظ هنا يا أولاد إن هو جايب لك تلات كلمات من كلمات الاستفهام اللي هي بتبدأ بها السؤال اللي هي how where what وجايب معهم verb فعل وبالتالي أنا هشيل الإيه الفعل. number 2 go يذهب next to بجوار on على under تحت. هتلاحظ ان هو جايب لك ثلاث حروف جر اللي هم الثلاثة دول وجايب معهم verb اللي هو ايه الفعل go وبالتالي انت هتشيل الايه الفعل. number 3 Friday جمعة Saturday السبت June اللي هو شهر يونيو Sunday اللي هو يوم الاحد. هتلاحظ هنا ان هو جايب لك ثلاث ايام من ايام الاسبوع جايب شهر من الشهور يبقى احنا هنشيل الشهر. number 4 busy مشغول دي صفه tall طويل صفه good جيد برضو صفه cinema اللي هي السينما ودي مكان يبقى بالتالي انا هشيل المكان يا اولاد عشان الثلاث حاجات التانيين دول ايه adjectives صفات. نشوف بعد كده question number 4 السؤال الرابع اللي هو سؤال اللي choose. number 1 هنا بقول it's next وبعد كده the tree. طبعا هنا حرف الجر اللي هو next يا اولاد بيجي بعده حرف الجر التاني اللي هو ايه two. برافو عليك وبالتالي هي اسماء كلها على بعضها اصلا واحنا حافظينها كويس اللي هي
next to. next to يعني بجوار. طيب في number 2 هنا بيقول لي let's، وبعد كده to the cinema يعني عاوز يقول هيا نذهب الى السينما. فين بقى الفيرب اللي معناه يذهب اللي هو do ولا can ولا play ولا go؟ طبعا هي ايه؟ هي go زي ما جت فين في المحادثة بالضبط. let's go to the cinema وهيا نذهب الى السينما. number 3 هنا بيقول Saturday okay، يبقى عاوز يسألني ويقول لي هل السبت ده مناسب؟ يبقى انت هتسأل بيه، هتسأل هنا بي does ولا is ولا do ولا are. طبعا الجملة دي ولاد جت في المحادثة والولد او البنت قالوا ايه؟ is Saturday okay، يعني هل يوم السبت ده مناسب؟ طب هتقول لي ليه يا مستر انت استخدمت is؟ هقول لك اولا احنا بنستخدم هنا is عشان okay ديت ايه؟ صفة، والصفة ولاد بيجي معاها verb to be اللي هو يا am يا is يا are، يبقى معنى كده انا اختار يا is يا اما are. بس Saturday ده مفرد وبالتالي هتستخدم معاه ايه؟ is. اوكي عرفت كده ليه اخترنا is؟ اوكي طيب نشوف بعد كده نمبر 4. نمبر 4 هنا بيقول لي where is the kite، اين الطائره الورقيه؟ فبقول هنا ايه؟ I don't، وعاوز يقول لي انا لا اعرف، زي ما الواد سكر ما رد على سكره وقال لها انا لا اعرف. فقال لها ايه بقى؟ no اللي هي معناها لا، ولا new اللي هي جديد، ولا no اللي هي يعرف، ولا no now سوري، ولا now اللي هي معناها الايه؟ الان. طبعا هو قال لها I don't know يعني انا لا اعرف، يبقى بالتالي هنستخدم الفيرب ايه؟ يعرف. شوف بعد كده question number 5 السؤال الخامس، واللي هو بيطلب مني اكتب 3 sentences ثلاث جمل على الصوره. طبعا هتلاحظ هنا ان انت في ولدين، يبقى تقول لي there are two boys، وthere are دي اولاد يعني يوجد، وبيجي بعدها اسم جمع there are two boys، يوجد ولدين. الجمله الثانيه يا اولاد ان احنا هنقول مثلا ان هما بنتين مثلا، فنقول ايه؟ ممكن نقولها بنفس الطريقه بتاعت اللي فوق، نقول there are two ونشيل boys ونكتب girls، يا اما هنقول they من there بقى، لا هي they are girls، they are girls يعني دول ايه؟ بنات. فزي ما انت عاوز، خلينا مثلا نقولها زي اللي فوق، نقول there are two girls يعني يوجد بنتين. طبعا احنا عارفين من عنوان اليونت ان هما موجودين في منزل منى، مش كده؟ وبالتالي انت ممكن تقول كده همت ان هما كلهم they are at منى's house، يعني هما موجودين في منزل منى. يبقى تاني they are at منى's house. كده طبعا انت كتبت التلات جمل اللي هو عاوزهم، ولكن احنا ممكن نزود جملة تانية وبسيطة جدا ان انت توصفهم بقى. هما هنا طبعا كلهم مبسوطين مش كده؟ وبالتالي احنا ممكن نقول they are happy يعني هما سعداء، they are happy. شوف بعد كده question number 6 سؤال البنكتويشن اللي هو الترقيم، واللي بيطلب مني طبعا ان انا اغير ثلاث حاجات في الجمله. اول حاجه يا اولاد احنا بنبدا الجمله بحرف كابيتال، وبالتالي انا هغير الدبليو في وات واخليها ايه؟ تكون كابيتال. دي اول حاجه انا غيرتها. بعد كده اباوت ما فيهاش اي حاجه هتتغير وتتنقل زي ما هي. طيب بعد كده صندي ده يوم من ايام الاسبوع، وبالتالي لازم اخلي الاس كابيتال عشان احنا اتفقنا ان ايام الاسبوع كلها بتبدا بايه؟ بحرف كابيتال. وبما انه هنا بادئ بوات يبقى ده سؤال، وبالتالي هتحط ايه؟ question mark في الاخر. يبقى انت كده غيرت ال W وغيرت ال S وحطيت في الاخر علامة استفهام. وبكده نكون وصلنا الى نهاية فيديو النهاردة. ما تنساش ضروري جدا تعمل لايك للفيديو لو كان عجبك الشرح، ولو عندك استفسار بخصوص اي حاجة واي طلب سيب كومنت وان شاء الله هرد عليك على طول، وتعمل كمان شير للقناة وللفيديو بحيث توصل لاكبر عدد من الناس. استنانا بقى في الفيديو القادم واللي هنشرح فيه درس الوير تايم، الدرس الثاني في الوحدة الثالثة. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.